انتصارك بالصمت افضل من انحدارك بالرد. كم انتصار حققته في البرنامج؟ واجد. كنت بالصمت ولا كنت بالكلام؟ لا بالصمت. طيب وش اكبر طموح عندك؟ كله طموحاتي كبار، ما في طموح صغير. اكبر واحد؟ كلهم كبار. قل لي واحد من الكبار الان بالفتره الزمنيه الحاليه. ايه نجم الجمهور. اكبر طموح عندك الان الفتره الزمنيه؟ نعم يعني اكبر طموح عند عبد العزيز الاسلمي في برنامج سكريبت انه يحقق درع الجمهور. نعم جميل. طيب